صحة شريبتكم ومرحبا بكم في الطيارة. في حلقة الليلة باش نفرحوا بزوز ضيوف أعزاء علينا، الأستاذ فتحي المولدي والمدرب مختار التليلي شهرة مختار السحار. استدعينا ضيوفنا باش يشاركوا في برنامج جديد قدموا الفنانة من العمارة ويتم تصويره في الطيارة خلال رحلة داخلية بين تونس وتبارك. قلنا الفتحي ومختار اللي الهدف من البرنامج الجديد هو دعم السياحة الداخلية. حارينا سلام عليك يا تنسير هكا تطرف على الزمزمة حارين؟ عمي الرحلة انطلقت والتصوير بدأ. دونك بدينا نحن في الطياره فما حاجات اخرين نجمو نحكيو عليهم. فما حاجه موجوده معنا في الطياره تطير وماهيش طياره، هذايا بتولي تشانشينا نتاع رمضان. فما حاجه في الطياره تطير وماهيش طياره اللي هي العصفوره. اللي هي العصفوره، باهي فما حكايه بنت العصفوره. انا قال لك من العماره الشهيره قطوسي بحذايا عصفور اليوم يقول لي القطوس والعصفور ما يعيشوش مع بعضهم في الحياه، ما يعيشوش مع بعضهم. انا نعرف عجب نعرف الديناصور والعصفور زدام. كيفاش من مرحله ديناصور تحولت يا سي مختار الى مرحله عصفور؟ ما هو الحياه مراحل. ايه مراحل تعداوا الساعه بالصحه. ايه بالسحارة. الصحه والالعاب في البوليس وخارج البوليس وخارج التيران. من بعد تجي مرحله بتاع ديناصور جو سوي لا جو سوي توجور لا جيكزيست توجور. ثم تجي العصفورة هذه ما تعرف هو شنو العصفور، يهز اخبار يجيب الاخبار. نعرف العصفور يقوز باش يهز قلبي بعدها. انا نعرف العصفور يقوز يقودوا له ويقودوا له. قلت لي العصفوره هكا ولا سهرتي على خاطر قلت لي العصفوره؟ لا خاطر احنا انا ولادي نقول له وش عملت؟ نقول له هكا عملت هكا وقال لك با عصفوره قالت لي انا سميت عصفوره. انا سميت وقت اللي خدمت مشيت للتراجي ونخدم في التراجي مع سليم شيبوب طبعا لازمني نجيب الاخبار ونوصل الاخبار. ولادي ولا عطوش العصفور كيفاش مخ ماله قلت لي عصفور؟ هاي ماله حضر لي روحك باش تطير. لا نسمعها فتحي شنو هو لا انا ما عنديش شهيرة. لا ما عنديش شهيرة. سامحني خويا معز. ايوا لا لا عندي خويا معز ذيك معروفه بون تقيدت عليها. عندي نحط الامور في اطارها خذاها الناس الكل. ايوا كوادرو ايوا 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 المنطقه الفضائيه المضطربه رجاء منكم الرجوع الى مقاعد ربط حزام الامان وغلق. هاي بنتي هاي لا شيرنو ولا عمار بزوري. العصفوره خلتنا السيكوريتي قولوا لي التابلت اللي كوسي نوسي اشكالي. سيدتي سادتي نعبر لنا بعض المناطق الفضائيه المضطربه رجاء منكم الرجوع الى المقاعد ربط حزام الامان وغلق الطابلات. هاي هاي انا طاوله انا عندي طاوله جمله باش نرقد. علاش عطيتها الطاوله؟ انا الطاوله اش محطوطه في الفطور كان يجيبوا لنا حاجه تو نحلوها. كنا جابوا لنا حتى انا قاعد اضحك يا المخ اضحك اضحك يا بابا. سيدتي سادتي لا زادوني عليكم بعد الاعلان على اضطرابات جويه ميغال وعلم جماعة اللي الطياره فيها خلل فني ويلزمها ترجع للمطار. وفجاه الوجوه تبدلت والجو باش يزيد يتعكر بعد الفاصل. سيدتي سادتي نسافر على بكم على مطار على المطار على شكون اللي يتنفس بصفة عاد يدخل عاد يدخل عاد يدخل عاد يا بابا يا بابا زلوا عيني هكا المولدي يا مولدي طير نرجع المطار. عادي انا نسافر في اي طياره خلينا نخبر احنا عايشكم نشدوا بلايصنا تسير في اي طياره لو عادي عايش شو
شنو اللي عادي شنو اللي فما فهمت هاي هاي ها هذا الفن حطيه وهذا الفن يا مخ حتى انت قربتها بالشوط القصه بات هذا هكا توا يا مختار حتى الاستاذ نطق شوطه اخرى والطياره تطيح بالرسم تمام نرجعوا تمام معي الحمد لله بون كيما قاعدين نشوفوا معناتها ساعة هكا يحصلوا شوية حاجات في الطيارة تتبقى في نورمال معناتها نورمال وين نورمال عليه في الطيارة رانا في الطيارة مش على سخينة مش تحصل عليها ضربة سعيدة نمشي الكماندا قول له شطحنا شوية هكا على فاطمة بوسيحة هطير فينا شوية فزان يقول له امشي تو الضرب صحيح باش ينطلق والحكاية ما عادش فيها تفدلي قبل النزول عندما نأمركم بأخذ وضع الانكماش خذوا الوضع الذي نشير لكم به الآن نطلب منكم الانتباه والامتثال الكامل للتعليمات التالية لازموا مقاعدكم مع ربط حزام الأمان نودي نودي المخ والأستاذ دخلوا في حالة رعب والأمور باش تولي أخطر بعد الفاصل هبوط الطيارة والفوضى اللي دخلت على الطاقم فتحي والمخ تأكدوا من خطورة الوضع وأنها الطيارة باش تطيح ميغالو واللي كان يتبع في الأحداث من تالي خاف على مختار تليلي وخير أنه ما يزيد شفجعه أكثر من هكذا وذيه في بالي اخويا الصغير ندافع عليه شامت توا نقولوا هي خلصت ولا ما خلصت لا هو مدي يجي لي انا يتخلي يكون اناني انا تحط عليها نقولوا لها كيما بعض اكو انا ما نتكلموش عليهم انت دي ما تحش بيه نحس فيك انت وما زلت ماكش شريك ما تعرفش روحك منين في سيتياسيون كيما هكايا شنو كنت تعمل والله حتى شاهد ونقرا شويه قران ما عندي حتى قدره